السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، أخباركم كل شيء بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. باش ما نطولش على خوتي، نمروا الآن الأهم عناوين حلقة اليوم. لماذا اختار المغرب خيار الصمت تجاه خطوة الجزائر بمنطقة العرج؟ سكتش الكوميدي الجزائري صبري بوقادو، سندعم البوليزاريو إذ قبلت الحكم الذاتي المغربي، وهذا هو ردي عليها. تصعيد ألماني جديد، نواب ألمانيا يتحركون ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. جبل تروبيك الكنز المدفون بالسواحل الجنوبية للمملكة المغربية الذي خلق أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا والمغرب وألمانيا. عاجل وحصري، الجيش المغربي يوجه صفعة قوية للصنادلية والجزائر بسبب الحزام الأمن. منذ أن طفت قضية منطقة العرج بإقليم فيجيك على سطح الأحداث السياسية بالمغرب، بعدما طالبت السلطات العسكرية الجزائرية الفلاحين مغادرة أراضيهم التي يستغلونها منذ عقود، اختارت المملكة المغربية تجاوز الأحداث من خلال خيار الصمت وعدم التفاعل مع ما يقع على الحدود الشرقية. اتخذ المغرب خيار الصمت من الأحداث الجارية يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الموقف في الظرفية الراهنة، خاصة وأن ساكنة المنطقة المذكورة تخرج في احتجاجات يومية تطالب السلطات المغربية بإنصافها مما سمتها ظلم عسكر الجزائر. في هذا الإطار قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية عصام العروس، إن محاولة المغرب تجاوز مأزق واقعة العرج بإقليم فيجيك من خلال التزام الصمت ناتج عن قراءة متأنية من قبل المؤسسات السيادية في المملكة المغربية لواقع جيوسياسي متحول، مشير إلى أن المغرب لم يقدم على أي خطوة بخصوص ما أقدمت عليه الجزائر على مستوى الحدود لعدة اعتبارات. أول هذه الاعتبارات حسب العروس هو عدم منح الجزائر أي فرصة أو نقطة أخرى لتأزيم الأوضاع أكثر بالمنطقة، خاصة بعد التطورات التي شهدتها قضية الصحراء المغربية. ثانيا، أن هناك إمكانية الذهاب إلى المسار القانوني لأن المغاربة يستغلون تلك الأراضي منذ قرون، رغم وجود اتفاقية بين المغرب والجزائر تفيد بأنها أراضي جزائرية. أما الاعتبار الثالث يضيف متحدث فهو المتعلق بعدم مسيرة المغرب سياسة الجزائر في اتجاه خلط الأوراق وفتح العديد من جبهات الصراع، مشير إلى أن المغرب يبتغي فتح الملف بالطريقة السلمية، والسلطات المغربية منعت الفلاحين من الذهاب إلى تلك المنطقة بعد يوم 18 مارس الجاري، ما يعني أن المغرب يتجنب مواجهة عسكرية مع الجزائر. وخلص ذات المحلل إلى أن المغرب يفهم جيدا أن الجزائر تسعى إلى فتح جبهة صراع جديدة، لافتا إلى أن موقف المغرب من هذه الأحداث يشير إلى أنه لا يولي أهمية قصوى لتلك الأراضي اقتصاديا، ويمكن أن يعوض الفلاحين الذين كانوا يستغلون المنطقة للزراعة وفق تعبير المتحدث. قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوس أن الجزائر تسير في مخطط حل الأزمة الصحراوية منذ عقود ولن تغير موقفها من القضية، مشيرا إلى أن الجزائر تتركز على القانون الدولي وحق تقرير المصير مبدأ مسجل في دستورها. وهنا أطرح سؤالا على صبري بوقادوس، هل الجزائر تعترف بحق تقرير مصير هونغ كونغ وبحدود الاستعمار المتروكة فيها؟ الجواب لا. ولماذا؟ الخوف من ضربة صينية صاعقة، الناس خاف ما تحشمش. هل الجزائر تعترف بحق تقرير مصير القمة وبشرعية الأمم المتحدة فيها؟ الجواب لا. لماذا؟ الخوف من ضربة روسية مدمرة، الناس تخاف ما تحشمش. هل الجزائر تعترف بحق تقرير مصير كاتالونيا؟ الجواب لا. لماذا؟ الخوف من علقة إسبانية أوروبية مزلزلة، الناس تخاف ما تحشمش. هل الجزائر تعترف بحق مسلمي كوسوفو والإيغور والروهينغا والتركوار و أقل من غيرهم؟ الجواب لا.
أدى وذكر صبري بوقدس في تصريح صحفي إننا ندعم كل ما يطالب به الصحراويين ونكذب كل ما يروج له حول تخلي الجزائر عن دعم الحل السياسي في الصحراء الغربية حسب تعبيره، ووصف ذلك بالقول: لسنا ممن يحمل سكينا خلف ظهره وما نقوله نطبقه بين مزدوجتين، مؤكدا على تمسك الجزائر بموقفها من ملف الصحراء، حيث قال: إننا لا نقبل فرض أي حل على الصحراويين وسندعم في حال قابل الحكم الذاتي المغربية. في ذي الاستمرار الأزمة الصامتة بين الرباط وبرلين، أقدم نواب ألمان موالون لأطروحة الصنادلية على تنظيم ندوة لدعم الجبهة على خلفية التطورات التي شهدتها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وكان المغرب قد قرر قطع علاقته المؤسساتية مع سفارة ألمانيا بالمغرب، والسبب راجع في هذا القرار إلى خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية بين الرباط وبرلين، مما استدعى بحسب مراسلة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة مقيمين بالخارج ناصر بورطة قطع العلاقات التي تجمع القطاعات الحكومية والإدارية العمومية مع سفارة ألمانيا بالرباط، وكذا جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون وجمعيات السياسية الألمانية. ويعتقد بأن تعليق الرباط علاقتها مع السفارة الألمانية له علاقة مباشرة بقضية الصحراء المغربية بسبب اعتراض برلين على صيغة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وسعيها لعرقلة الاعتراف، وبادرت إلى طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وكانت غدوا غير دائم فيه، الأمر الذي أثار غضب المغرب. ونقلت قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية أن المشاركون في الندوة التي نظمها مكتب النائب البرلماني الألماني فيليب بيرماتس مساء الأربعاء جددوا خلالها دعم الأطروحة الانفصالية، حيث اعتبر النائب الألماني أن التعريف بقضية الصحراء له أهمية لدى المجتمع الألماني، معلنا عن تضامنه المطلق مع الصنادية. من جهة قالت النائبة البرلمانية عن حزب اليسار المعارض سيفيما في مداخلتها إن المغرب يحاول خلال قطع علاقته مع السفارة الألمانية في الرباط الضغط على الحكومة الألمانية بسبب دعمها للشرعية الدولية، مشددة على أن ألمانيا عبرت صراحة عن موقفها كان وما زال وسيظل منسجما مع الشرعية الدولية والقانون الدولي حسب قولها. ودعت سيفيما الشركة الألمانية إلى الانسحاب من الاستثمار في الصحراء، كما طالبت حكومة بلادها بالتخلي عن كل الاتفاقيات الاقتصادية التي تجمعها والمملكة المغربية. طفت فجأة أزمة دبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة ألمانيا، والتي بدأت بإعلان الرباط تعليق التواصل مع سفارة برلين والمنظمات التابعة لها في العاصمة الرباط. وتفتقت هذه الأزمة على إثر خلافات عميقة تهم العديد من القضايا المصيرية، حيث تحاول جارة الشر الجزائر الركوب على الأزمة وتوطيد علاقتها بحكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر تكثيف الاتصالات الدبلوماسية بين الدولتين على حساب غضب المغرب بإزاء تدخلات ألمانيا في المساس بوحدة الترابية للمملكة المغربية وخاصة على مستوى الصحراء المغربية. ثروات المغرب وشواطئ الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية دفعت ألمانيا الجشعة إلى التحرك سريعا لإعلان موقف معادل لقضية الصحراء المغربية في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، بعدما شهدت التقارب الأمريكي المغربي ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لمغربية الصحراء وما يعنيه ذلك من وجهة نظرها من وضع واشنطن يدها على كنوز المغرب في باطن مياهه الجنوبية. وتقف حسابات المصالح الاقتصادية الكبرى وراء الخلافة المغربية الألمانية الإسبانية، خاصة فيما يتعلق بحقوق التنقيب عن حقول النفط والغاز جديدة في سواحل المملكة المغربية، إضافة إلى ثروات أخرى من المعادن الثمينة موجودة بسواحل المملكة المغربية. ويرى متابعون بأن التوتر الحاصل الآن خاصة بين المغرب والعديد من الدول الأجنبية من بينها ألمانيا وإسبانيا تحديدا بدأ رسميا عندما تم تحديد المنطقة الاقتصادية المغربية على مستوى شواطئ طرفاية إلى حدود مدينة الداخلة جنوب المملكة المغربية. ذكرت مجلة جون أفريكا الأسبوعية الفرنسية في مقال لها تحت عنوانه كيف تكسب الرباط مواقع على الأراضي في الصحراء،
وقالت أن القوات المسلحة الملكية المغربية وسعت تواجدها الميدانية على أطراف إقليم الصحراء المغربي، حيث تمكنت في الآونة الأخيرة من توسيع الحزام الدفاعي ليصل إلى أجزاء مهمة من خطوط حدوده مع الجارتين موريتانيا والجزائر. وبحسب تقرير الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، ينفذ المغرب حاليا عمليات متواصلة لإعادة بسط سيطرته على المناطق التي اعتبرتها الصنادلية محررة. وبعد الجرجالات في شهر نوفمبر الماضي ومد الحزام إلى جزء مهم من الحدود في إقليم الصحراء مع موريتانيا، وسعت القوات المسلحة الملكية المغربية مؤخرا جدارها الدفاعي بمقدار 50 كيلومترا في تويزغي بولاية أسازاغ، ويقع الامتداد الجديد على بعد 3 كيلومترات من السور الجزائري فقط، ويشكل مفترق طرق بين الجدار الرملية والذي يمتد من القرقالات إلى جبل ورقزيز وفق التقرير. ويتابع التقرير بالإضافة إلى إغلاق حدود المملكة المغربية، أغلقت القوات المسلحة الملكية المغربية أيضا نقطة تسلل سابقة لجبهة الصنادية تقع في جبل ورقزيز على الحدود المغربية الجزائرية، ووجهت هذه العملية التي جرت في فبراير ومارس ضربة أخرى لعناصر الصنادلية. واستخدم الجبل ورقزيز من التمنيات من قبل الصنادلية لتنفيذ عمليات تسلل والاقتراب من نقطة دفاع الجيش الملكي المغربي، لذا فإن الجيش المغربي لا يكتفي بتأمين حدوده بل ذهب إلى توسيع الحزام الأمان. حاليا من أجل الوصول إلى هذه المنطقة يجب على عناصر الصنادلية عبور خطوط الدفاع الجزائرية، الأمر الذي لن يتم ولن يتمكن إلا بموافقة الجزائريين. وهي الخطوة التالية بحسب العديد من الخبراء العسكريين هي توسيعة حزام تيفاريتي إلى أمغالا. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى حلقة غد إن شاء الله.